ومن المتصل التالي معنا على الخط نستقبل ونقول السلام عليكم. وعليكم السلام. يا اهلا مرحبا، من معي؟ ريتاج مروان بعامر. ريتاج مروان بعامر. ريتاج من وين؟ من المنطقة الشرقية. من المنطقة الشرقية. وسؤال ريتاج، ايش يقول يا كنترول؟ ما هو الصوت واطي. الصوت واطي اليوم، ما ادري هل هو مني من الكنترول. يا كنترول رفع لهم الصوت. ما هو اسم الدولة الإسلامية التي اتخذت من اسطنبول عاصمة لها؟ ما نسمع. دولة إسلامية اتخذت من اسطنبول عاصمة لها، يعني خلت اسطنبول عاصمة لهذه الدولة الإسلامية، ايش اسمها؟ اختيارات. العثمانية، الصليبية، الأموية. ساعده. احذف لها واحد، يلا يحذف لك الكنترول احدى الاجابات وهي الدولة الاموية. يبقى عندك اما الصليبية او العثمانية. العثمانية. العثمانية يا كنترول، اجابة صحيحة، شكرا للمشاركة.